اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا ان شاء الله هنبتدي بلاي ليست بتتكلم على السام اي بي، وهي حاجه ادفانسد، فخلينا نتفق مع بعض ان اللي هيخش يتفرج على البلاي ليست دي، لا لو انت لسه بيجنر، لو انت لسه مثلا هتبتدي في الامبيدد لينكس او هتبتدي لسه في البلاي ليست بتاعتي، فيفضل ان انت تشوف مثلا السي ميك والميك فايل والباش سكريبت والامبيدد لينكس والديفايس درايفر حتى، يعني يفضل تخلي دي اخر حاجه. بس خلينا اقول لك ان دي هي حاجه عارف كده ايه ال يعني الكريزه بتاعت في ناس ما بتحبش كده المانجا، يعني هي انت لو معاك دي بالنسبه لك مثلا وانت رايح تعمل انترفيو، زي مثلا انت الكلاسيكال امبيدد مثلا، وهو رايح يعمل انترفيو وهو مثلا معاه خد كورس اوتوزار وفاهم الكان واللين كويس، فانت يا ابني انت هتاكسبت ان شاء الله بسهوله. فالسام اي بي هي حاجه احنا بنشتغل بيها، انا شغال بيها في فاليو حاليا، وكل يوم البروجكتس بتتحول من وقت للتاني الامبيدد لينكس، بيشتغلوا برضو بالسام اي بي حتى في الشركات اللي بره مصر، في المانيا مثلا، في هولندا، في كل الكلام ده بيطلبوا السكيل دي، انك انت تبقى فاهم الكونسبت بتاع السام اي بي واشتغلت عليها قبل كده. فخلينا الاول كالعاده زي كل بلاي ليست، وبعد كده هشرح ايه بقى هو السام اي بي ده اصلا، اللي هنشرحه اكوردنج للبلاي ليست دي. بس خلينا نشوف الشركات طالبه ايه. فهنا مثلا انا جايب مجموعه من الشركات، مثلا زي فاليو هنا مثلا هتلاقيها طالبه، دور معايا على كلمه سام اي بي اهي. وهنا مثلا دي شركه تانية خالص برضو طالبه سام اي بي، الشركه دي في المانيا، ودي برضو شركه دي في المانيا مرسيدس طالبه برضو سام اي بي. هنا برضو هنا دي لوكسوفت اللي موجوده في المانيا وموجوده في مصر، باي ذا واي اهي اللي موجوده في مصر، هما الاثنين طالبين برضو انك انت تبقى فاهم وات ات از اهي، تبقى فاهم سام اي بي. هو باختصار بسيط ايه السام اي بي دي؟ هو بروتوكول ستاندرد شويه زيه زي الكان واللين، والميزه فيه ان هو بيسبورت الاوتوماتيف، وفي نفس الوقت احنا مثلا في مجالنا كامبيدد لينكس في كوميونيتيز زي حاجه اسمها جينيفي، عملت اوبن سورس كود وكريتت منه ليب، احنا بقينا نستخدم الليب دي. ايه هدف بقى اصلا البروتوكول ده، او مهمته اصلا بيعمل ايه؟ ده بالبلدي كده فكره الاي بي سي، او فكره النتورك بروتوكولز او كوميونيكيشن بروتوكولز. انا عايز مثلا ابلكيشن يكلم ابلكيشن تاني، فمش هروح اكتب في فايل واخليه هو يروح يقرا من الفايل، الموضوع ده هيبقى فيري اكزوستيف لو انت كل بروسيس على السيستم بتاعك كريت لهم فايل وده يكتب في الفايل وده يروح يقرا من الفايل. تخيل مثلا كده مع بعض، انت عندك مثلا 10,000 سنسور في العربيه، خلينا نقول 1000 سنسور في العربيه، وعندك برضو اكتويترز وحاجات زي كده، مثلا 200 مثلا اكتويتر بيقوموا على معتمدين على السنسورز دول، فمش هينفع في ال1000 ابلكيشنز بتاعت كل سنسور مثلا يروح يكتب في فايل والاكتويتر يبتدي يروح يقرا من الفايل، الموضوع ده هيبقى مرهق جدا. فاحنا عايزين سام هاو يبقى في كوميونيكيشن بروتوكول يهندل الكلام ده، ان البروسيس دي تبعت حاجه للبروسيس دي، ده حاجه اسمها الاي بي سي. ولذلك عشان اقدر اصلا اشرح السام اي بي، هبتدي المحاضرات اللي جايه في الاول هشرح حاجه اسمها الاي بي سي. فواحده واحده تاني، انا عندي في الامبيدد لينكس ايه الدنيا، عندي ايمج لينكس كويس، عاملها مثلا باليوكتو او عاملها فروم سكراتش او بالبلد رود وات ايفر، وبعد كده عندك شويه الدرايفرات بتاعتك اللي انت مسطبها اوفر اللينكس ده، ففاهمه شويه الهاردوير اللي انت عاملها على البورد، وبعد كده في شويه ابلكيشنز، مش شرط يبقى ابلكيشن واحد، لا ده مجموعه ابلكيشنز والكيرنل بيقدر يهاندل، صح ولا لا؟ طيب مجموعه الابلكيشنز دي بقى، الابلكيشن ده بنسميه بروسيس، تعال نتخيل مثلا ده بروسيس اي دي وده بروسيس اي دي وده بروسيس اي دي وده بروسيس اي دي. الابلكيشن ده مثلا بيقرا مثلا درجه الحراره بتاعت العربيه مثلا، فانت عايز تبعت درجة الحرارة دي لبروسيس تانية يبقى فيها الاكتويتر، هتبعتها له ازاي؟ فهي دي بقى فكرة السام اي بي، ان هو بيبعتها عن طريق لباية، خلينا نقول شيرد لب ما بين دي ودي، دي مثلا ببعت هنا للشيرد لب دي، والشيرد لب دي تقوم ايه بعتاني تاني للابلكيشن التاني. الموضوع توهان شوية بس مش مشكلة، هنشرحه واحدة واحدة مع بعض وهنفهمه ان شاء الله. خليني اقول لك ان السام اي بي فعلا لو انت معاك هتقدر تفرق في الانترفيو، ولذلك البرومو ده كل هدفه بس ان اوريك ان هي موجوده فعلا، شركات كتيره جدا طلبوها، وان شاء الله هنشتغل عليها واحده واحده. طب بس برضو من ضمن الحاجات اللي انا كنت مجهزها عشان تفهم يعني قصدي اكتر، خلينا ننزل دي. انا عندي هنا ابلكيشن اسمه هالو وولت سيرفيس، اوكي، وعندي هنا ابلكيشن تاني اسمه هالو وولت كلاينت. هالو وولت سيرفيس ده عنده الامبلمنتيشن لفانكشن اسمها سي هالو، اوكي، يبقى انا عندي ابلكيشن اهو عنده امبلمنتيشن لفانكشن اسمها سي هالو، وعندي ابلكيشن تاني خالص بيكول الفانكشن دي،
يبقى انا عندي فانكشن هنا او ابلكيشن هنا بينادي فانكشن مش عنده اصلا، امال عند مين؟ عند الراجل ده، عند ابلكيشن تاني خالص، وسام هاو هي في انتراكت ما بينهم. وهي دي كونسبت الانتر بروسيس كوميونيكيشن، ان تو ابلكيشنز بيكلموا بعضهم. طب اشمعنى السام اي بي؟ عشان خاطر ان السام اي بي هو حاجه ستاندرد كومباتبل مع الاوتوزار، تقدر في جنريتورز هتساعدك وحاجات كتيره جدا بتفاسيليتيت ليك ان انت تديفلوب بالسام اي بي. باي ذا واي السام اي بي كمان مش شرط بروسيس تكلم بروسيس على نفس الاي سي يو، لا ده ممكن بروسيس تكلم بروسيس تانية او ابليك اي سي يو تانية خالص. يعني ممكن يحصل اكسترنال عن طريق التي سي بي. هنتكلم طبعا عن الكلام ده بان ديتيلز، بس خلينا نشوف مثلا فور اكزامبل. انا هاجي هنا ورن خلينا نرن السيرفيس الاول، نرن السيرفر بتاعي. فانا كده رنيت السيرفر الاكسبورت، يا رب تبقى موجوده. طب لحظه واحده، اكسبورت حاجه. طيب انا عملت اكسبورت بس للكومن اي بي، هنشرح الكلام ده ان شاء الله. خليني ارن دلوقتي الهلو سيرفيس بتاعتي. ده كده السيرفيس بترن وهبتدي ارن الكلاينت بتاعي. بص، وانس انا رنيت الكلاينت، بدا كلمه الراجل ده كان بيكول الفانكشن اللي اسمها سي هالو، وسي هالو هي الامبلمنت، ده اللي كان عنده الامبلمنتيشن اللي هو كان بيقول هالو بوب. ففعلا دي اتبعت الرساله دي اتبعتت من هنا لهنا. ايه ده، انا مش فاهم حاجه، في توهان، في مش عارف ايه، كل الكلام ده واحده واحده هنطبقه مع بعض. بس انا كنت عايز اقصد ايه من الامبلمنتيشن ده، ده ابلكيشن وده ابلكيشن تاني خالص. اوكي، والراجل ده بينادي سي هالو اللي هي الامبلمنتيشن بتاعها اصلا موجود هنا اهو. ف انا بتوه ليه النهارده. فعايز اقول ان الموضوع هو فيري ادفانسد، فبالتالي ما ينفعش حد بيجينر يتفرج عليه، لا ده احنا محتاجين ان احنا نبقى سترونج نوليدج في الامبيدد لينكس عشان نقدر نمشي في حاجه زي كده. فايده باي ذا واي البلاي ليست دي، احنا مش بس هنتعرض على سام اي بي، لا احنا كمان هنتعرض على السي ميك، فهنعمل ريكاب يعتبر كده على السي ميك واحنا شغالين، هنتعرض على الباش سكريبت فكاننا بنعمل ريكاب للباش سكريبت، هنتعرض على السي بلس بلس، فالبلاي ليست دي لطيفه يعني. فخلينا نشوفكم ان شاء الله السيشنز الجايه.